GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ زويد المعداوي من GFXAcademy.net، ومع سؤال جديد وإجابة جديدة، وكانت الحقيقة كانت مفاجأة، لأن اللي بيسألوا في المجال الأنيميشن قليلين جدا في العالم العربي. هو إزاي، بيقول لي إزاي أعمل أشتغل على البي في اتش داخل النظام البايب داخل الماكس. والله موضوع البي في اتش هو موضوع مهم قوي، والنظام الموشن كابشر ده نظام عالمي فعلا اخد اهميته ووضعه في الاونه الاخيره، لانه فعلا بيدي نتيجه جميله جدا. ازاي استفيد بقى من نظام البايبد ونظام الموشن كابشر؟ اول حاجه لازم يكون عندنا بايبد، تمام، ولكن بايبد زي كده. هختار مثلا الفينجرز هيبقوا 5، وهنختار التوز يبقى 5 بتاع الرجل، تمام، أو واحد مثلا نخليه واحد بس يكون عريض. نخش هنا، خلينا عقلة واحدة، وده هنخليه يا سيدي كبير شوية كده، نقول عندنا بايبد. اتخيلوا ان ده جسم الانسان، او ده الـ الشخصيه اللي انا عايز اعمل عليها الموشن كابشر. دلوقتي اي شخصيه مكونه من البادي والعظم، ما بيحصلش اي انيميشن الا من خلال ان انا امسك العظم نفسه او انزل حركه على العظم نفسه، ماليش دعوه بالجسم خالص. حتى لو كانت الشخصيه موجوده، فانا بعمل لها هايد للجيومتري بتاعها واشتغل على البونز او العظم البايبت. نظام البي في اتش بينزل على نظام البايبد فقط. بتلاقي الموشن، ما في الموشن كابشر اسمه بي في اتش او بيب، اللي هو اختصار بايبد. لو كان بيب مفيش منه مشكلة، ممكن تنزله على طول. بتختار الموشن، تطلع من الفيجر، بتخش على نظام الموشن كابشر، وبعدين تعمل لود من هنا، بتلاقي بيب، حاجة اسمها اخر امتداد بتاعه اسم ملف بعدين باب. ده ما فيهوش مشكلة خالص، ما بيعملكش اي مشاكل خلاص. هنا بتختار الحركة وبعدين تقول له بلاي، هيشتغل بلاي عادي خالص زي ما انت شايف. طب ان كان بي في اتش، البي في اتش طبعا ما يعني داخل الماكس ساعات بيعمل شوية مشاكل، وهنعرف دلوقتي ازاي نتعامل مع المشاكل دي ونصلحها مع بعض. هو هنا زي ما انا شايف الحركة عندي خالص ما فيهاش اي مشكلة. طيب نعمل كنترول زد، تعال نشوف نظام البي في اتش. لو انا جيت من هنا برضو وقلت لود موشن كابشر فايل، هتلاقي فيه اختيارات بيب، بي في اتش، سي ام، سي اس ام. خلينا في البي في اتش. لو انا اخترت البي في اتش طبعا لازم بس هيخليك تشوف البي في اتش، الملفات اللي اسمها اخرها امتدادها بي في اتش. خلينا نشوف اي ملف بي في اتش كده مثلا، يبقى اسم البرنامج وبعدين بي في اتش. لو انا جيت خدت البي في اتش زي ما هو كده، تمام، ده بيبقى طالع من الكاميرات والاجهزه الموشن كابشر بامتداد دايما البي في اتش. بتروح اعمل له اوبن، بقول لك والله الحاجه دي او الملف ده مش سبورتد للبايبد، لان في شويه حاجات كده زياده. طيب قول له اوكي، بعدين اوكي. بص اغير لك البايبد خلاه فين،
وهيخلي لك كمان شكله غريب شوية. وهنزل لك الحركة عليه عادية، بس هتبص تلاقي فيه بقى شكله غريب وبعمل حاجات غريبة. تمام؟ ازاي اعدل دي؟ اعدل بي بطريقة بسيطة خالص، ما فيهاش ادنى مشكلة. باجي على البايبت من هنا واقول سيف فايل، وهسمي ده مثلا نقول عليه تيست، واختار امتداد البيب عشان يحفظه لي. يبقى انا دلوقتي بحوله من بي في اتش ل بايبت، وهخليه مثلا سيف. اوكي، واجي اعمل مثلا ريست. لو انا عايز اعمل ريست بعمل ريست، باجي بايبت تاني عادي خالص اهو، وبتختار الفينجرز والتوز والكلام ده وتظبطه، وبعدين بتخش على قائمة الموشن. تمام، وتقول له موشن كابشر، وتقول له لود الملف اللي انا لسه عامله بامتداد مين بيب. هاجي لك هنا بتست، قول له اوكي. بص هنا نزلك الكي فريمات دي بتبقى باختيارك انت. بص هنا البايب دلوقتي اتحسن، ما بقاش صغير، ما بقاش شكله غريب، بس هو دلوقتي اتحسن. يبقى انت دلوقتي ممكن تستفيد من الموشن كابشر اللي هو بامتداد بي في اتش، وتحولها لبيب، وبعدين تعملها تحميل اهو. وده كان الدرس. إن شاء الله الدرس الجاي إجابة على استفسار تاني، وهي إزاي أشتغل على الميكسر داخل الكاركتر ستوديو. السلام عليكم. ماشي عن جي اف اكس اكاديمي، الفن والمهارة، القدرة والابداع. جي اف اكس اكاديمي، الفكر والامتاع. عندنا افلام كرتون وكمان جرافيكس في الجون، ده غير شغل الانيميشن بيوصل المضمون. جي اف اكس اكاديمي دوت نت، كيان متكامل بيوصل الرسالة. كيان متكامل بيوصل الرسالة، وتعرف عنه انه دايما في الصدارة. وتعرف عنه انه دايما في الصدارة. جي اف اكس هنا وشغل الميديا عندنا 3D موشن، شغلنا اتطور فكرنا وعندنا الجودة عالمية، عملنا خيالية، الأفكار دي فنية، المنتجات حصرية. لو عاوز توصل لنا وهو ده المتوقع، يلا افتح النت ودور على الموقع gfxacademy.net. Academy.net.